السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم اليوم ان شاء الله في القناة ديالي. كنتمنى اللي ما تشاركش في القناة يتشارك باش يوصلكم ان شاء الله كل جديد على بركة الله. غادي نبداو الفيديو ديال اليوم ان شاء الله، غادي يكون تحلية بسبيكولوز مع فرامبواز الى فريز. اللي كيفضل يدير الفرامبواز، اللي ما كيبغيش بلا ما يديرش الفرامبواز يدير يكتفي غير بلا فخيز ان شاء الله. غادي نبدا على بركة الله كيف ما والفتكم، ساهلة مهلة دغيا. كيف ما كتشوفوا عندي البسكوي اللي كيعجبو سبيكولوز يديرو، اللي ما كيعجبوش يقدر يستعمل اي بسكوي عنده. فرامبواز تقريبا ماشي بزاف، شوية الفخيز فرامبواز باش نديكوريو ان شاء الله. كيف ما كتشوفوا ماسكاربون تقريبا 250 غرام، ولا كريم فريش كيف ما قلت لكم ايبيز لا كريم فريش 35 ماتي غراس ان شاء الله هي اللي غنستعمل هنا. انا غنخدم بهذا لو بول كبير ان شاء الله، كنستعملو بزاف، وكناخذ انا هذا الكبير كنخدم به. انا غادي نعبر تقريبا لا ميم عبار ديال ماسكاربون اللي غنعبر تقريبا 250 غرام اللي غادي نعبر. كيف ما كتشوفوا غادي نبدا على بركة الله التحضير. غادي نستعمل، غادي ندير الماسكاربون ديالي، هكا شفتو، وغندير كيما قلت لكم غادي ندير 250 غرام تقريبا جهد. كيما قلنا نعمرو كاع حنايا هادي هاكا، عمرتها لام بحال بحال العبر ديال هاد الطريقة. غادي نديرو غاني وغنديرو ان شاء الله هكا، واحد جوج ثلاثة، ثلاثة د المعالق كبار ديال السكر وغنطربو. غادي نبدا نطرب الماسكاربون ديالي ولا كريم على هاد الطريقة حتى نحس بها طربات مزيان. كيف ما كتشوفوا معايا دابا في الصورة غنزيدو لافخيز، كما قلنا ماشي بزاف ديال لافخيز، غير شوية وصاف. وغنزيدو لافرامبواز، كيف ما قلت لكم اختياري لافرامبواز اللي بغاها اللي ما بغاهاش ولا ما يديرها. وغنديرو الطراب على واحد باش ما يطيرش لينا، باش يبقاو لينا دوك لي مخصو في لاكريم ديالنا ان شاء الله. ملي كناكلو التحليه ديالنا نحسو بداك الكروكون ديال لافخيز والفرامبواز ان شاء الله. على هاد الطريقه ما نطربوش مزيان، المهم نطربو غير حتى نحسو بالخليط بلاكريم ديالنا راه كل انسجمت مع بعضياتها، وكنحبسو كيف ما كتشوفوا معايا دابا وكنحبس على هاد الطريقه. كتجي لاكريم ديالنا على هاد الطريقه، راه ساهله يا البنات. من بعد كناخذ البسكوي ديالي، كناخذ واحد واحد الساشي ديال كونجيلاتور هكا ديال فاش المهم مي كتكون نقيه، وغنبقاو وناخذ الدلاك ديالنا وغنوركو على داك البسكوي ديالنا على هاد الطريقه. انا فضلت هاد الطريقه، اللي بغى راه غادي يطحنو دغيا في الماكينه ديالو الا عنده دغيا يطحنو. تنحصل على هاد الطريقه، نحصلو على هاد البسكوي ديالنا صافي كيولي مطحون. كنديرو في الزلابه كي بحال هكا، وكنجيب الكؤوس فاش غادي ندير ان شاء الله التحليه ديالي. كيف ما كتشوفوا لابوشا دوي، وغادي ناخذو كي بحال هكا نديرو ليها هاد الراس
انا كنستعمل هاد الريوس، خديتهم بوحدهم وكناخد لي ساشي بوحدهم وكان نتوليزي هكا. على هاد الطريقة وغنعمر لابوش ديالي بلا كريم كيف ما كتشوفوا. صدقوني البنات، هاد التحلية، هاد الديسير كيجي زوين وخفيف. بعد ما كنعمروا البوشيت ديالنا غادي نبداو نديرو داك سبيكولوز في القاع ديال الكيسان اللي عندنا. كيف ما كتشوفوا كنعمر الكيسان ديالي على هاد الطريقة. راه ساهلين دغيا، اللي كيعجبو سبيكولوز يديرو، اللي ما كيعجبوش يقدر يستغنى عليه يديرو غير بلا كريم هكاك، ولا يدير المقصود لي فخيز في التحت ديال البلاصه فاش درت انا سبيكولوز. تقدروا ديروا غير لي مقصود لا فخيز حتى هما وديروا ديك لا كريم. الواحد يتفنن شويه في الكوزينه. على هاد الطريقه نديروا لا كريم ديالنا، نوضح لكم شويه مزيان. على هاد الطريقه شفتوا دوك لي مقصود ديال لا فخيز كيفاش كيبانوا زويونين كيف ما كتشوفوا. على هاد الطريقه كما قلت لكم تقدروا ديروا لي مقصود لا فخيز من التحت، ولا تعسلوهم شويه مع شويه السكر وديروهم تخليوهم حتى يبرد وديروهم في التحت ديال لي فيغين ديالكم. انا كيعجبني هاد الطريقه، قلت غنشارك معكم ان شاء الله ديال شحال ديال لي فيغين، ان شاء الله غنشاركهم معكم ان شاء الله. على هاد الطريقه كيف ما قلت لكم تقدروا تاخذوا لي فخيز تقطعوه مكعبات صغيورين وتعسلوه مع شويه السكر وتخليوه حتى يبرد وديروه في التحت لو فون ديال لي فيغين ديالكم في التحت، وتعمروا بلا كريم كي بحال هكا، وتذوقوا بلي فخيز لو فرامبواز حسب كل واحد والذوق ديالو. انا قلت علاش لا نشارك معكم هاد الشويه اللي غادي ندير. على هاد الطريقه كتجي زوينين ودغيا كيوجدوا تقدموهم لوليداتكم والاصدقاء ديالكم. كيف ما كتشوفوا كما قلت لكم التزيين حسب الذوق، كل واحد كيفاش كيدير التزيين ديالو. انا غنعطيكم غير بعد الطرق في التزيين. كناخدو الفرومبواز كنديروه في السكر كلاصي، كنغمسو ليه داك الرويس ديالو هكا في السكر كلاص، وكنزينوه على هاد الطريقه، ونديرو شويه سبيكولوز من الفوق على هاد الطريقه. كما كتشوفو كنتمنى تعجبكم الوصفه مزيان، كنتمنى تجربوها ان شاء الله وتنال الاعجاب ديالكم. وكنتمنى اللي ما متشارك في القناه يتشارك ان شاء الله، يتابونا باش يوصلوا كل جديد ان شاء الله. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته، الى الفيديو القادم ان شاء الله.